يجب أن نستر أولا بأن هذا اليوم الدراسي نعقده في مرحلة هي وسط الطريق بالنسبة للمشروع الذي نقوم به حول زراعة القنب الهندي. لذلك لا يمكن أن نقدم إلا نتائج أولية. أهم الخلاصات التي توصلنا إليها من خلال الأبحاث الميدانية التي أجريناها حول هذه ومن خلال العمل البيبليوغرافي وجمع التقارير والمعطيات المتوفرة سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي هي ثلاثة. نلاحظ بأن هناك منذ 2018 إلى يومنا هذا استقرار على مستوى المساحات المزروعة بهذه النبتة، بمعنى آخر أنه ليس هناك تراجع كبير ولا زيادة بشكل آخر. المستوى الثاني هي أن الكميات المنتجة وبالخصوص الكميات التي تتم مصادرتها سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي هي مستقرة، بمعنى أن هناك زيادة في الإنتاج دون أن هناك توسع على مستوى المساحات الزراعية. والمسألة الثالثة هي أنه منذ بدأ الحديث عن تقنين زراعة القنب الهندي لاحظنا بأن بلاد الكيف تعيش أزمة حقيقية سواء فيما يتعلق بتسويق المنتوج أو فيما يتعلق بتردد السكان، والأزمة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة اليوم تدفعنا إلى أنه بدون تنزيل القوانين التنظيمية للقانون الاستعمالات الطبية لزراعة الكيف لا يمكن أن نتنبأ بما ستؤول إليه الأمور. كل البلدان التي قننت أو التي لجأت إلى تقنين زراعة القنب الهندي سواء في الدول المتقدمة أو في الدول التي تنتج هذه النبتة على المستوى العالمي وبالخصوص نموذج لبنان تثبت بأن تقنين زراعة القنب الهندي سوف تسمح بإعطاء مداخل مزدوجة، مداخل بالنسبة للمزارعين الذين يقومون بهذه النبتة. نحن نعرف بأنهم لا يستفيدون في الوضعية الحالية إلا بنسبة ضعيفة، بينما ما يعرف بالبزنسة أو المتاجرين بالقنب الهندي هم المستفيدين. المسألة الثانية هي أنه حينما يتم تقنين زراعة القنب الهندي سوف تستفيد الدولة من مداخل ضريبية مهمة سواء على مستوى تسويق المادة الخام أو على مستوى تسويق المنتوجات الطبية أو العطرية التي سوف تستخرج من هذه النبتة. بخصوص البلاد الكيف فهي تعيش الآن أوضاع اقتصادية خانقة جداً لمجموعة من الاعتبارات، ربما الاعتبار الأول هو يعني التشديد الحراسة أو الاختناق الأمني على الخروج أو تصدير المنتوج ديال الكيف، ثم كذلك للسبب الآخر الذي أدى إلى هذه الأزمة هو الركود الاقتصادي الذي تعاني منه هذه المناطق. بخصوص الساكنة استبشرت خيرا من خلال مصادقة البرلمان على مشروع القانون 13/21 الخاص باستعمالات المشروع لزراعة الكيف، لكن تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع لا زالت طويلة الأمد، لا زالت تنتظره يعني صدور مجموعة من المراسيم. الساكنة تعيش بين سندان الأزمة الاقتصادية ومطرقة تطبيق القانون. هي الآن الواقع هو أن زراعة الكيف موجودة ممارسة في المجال، لكن الساكنة كلها ترسم عدة تساؤلات. القانون صدق عليه في البرلمان ولكن التطبيق دياله ما كاينش. إذا الآن موسم الزراعة على الأبواب، في الشهور القليلة سيبدأ بذر هذا المنتوج. إذا الساكنة هل سيتم تنزيل القانون؟ هل ستشتغل في إطار يعني خارج القانون؟ وهذه مفارقة، إن يعني القانون خرج وهي ستمارس زراعتها خارج القانون، وهذا مفارقة على الدولة صراحة أن تتفاعل إيجابيا مع مطالب الساكنة ويعني تبذل مجهودا من أجل تطبيق نزيل هذا القانون للوضع حد هذه الحالة ديال الترقب. شكرا.